سلامة قلبك من القاع يا باشا. شغل الحكم داريك لا تتعب. الله يحمي معك. بتهون بتهون. اشتقت لاسطنبول؟ حتى باسطنبول حياتي كانت صعبة كتير يا زمردة. عن جد؟ فوق ما تتخيلي. الشيء اللي شفته ما حدا شافه. حياتي كلها كانت عذاب وشقاوة وتعتير وحرمان. مو بالهين وصلت لهون. طيب أنا حكيت لك عني كتير. احكي لي عنك شوي. عن جد بدك يعني احكي لك عن حالي؟ لا احكي لي، ليش حتى ما تحكي لي؟ طيب قومي اعملي لي نفس ارجيله وتعالي لحتى احكي لك. من عيوني. الله يجزيك الخير يا ابني. ولا يهمك عمي ابو شهد، ولا يهمك. ما عملنا غير الواجب، نحن منضلنا اهل مهما جرى وصار. الله يلعن الشيطان وساعته. من بعد ما راحوا الغوالي صرت عم شوف البيت مثل القبر. غصه غصه بحلقي غصه. المرحوم راح بعز شبابه، بعز شبابه راح. ولحقت المرحومة، مرحومة أمه نشهد الله يرحمها. يا رب يا رب خذ أمانتك يا رب. وكل الله وكل الله بنشآت. أنت رجال مؤمن ما بيجوز تحكي هذا الحكي. أي مشيئة رب العالمين. الله يصبرك. شرف عمي شرف. شوي شوي يلا على خير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لما حكيتي لي عن حالك وقلتي لي إنك ما بتعرفي لا أمك ولا أبوك ذكرتيني بحالي. أنا كمان ما كنت عارف لا أمي ولا أبي. من صغري اشتغلت عتال بالمينا. كنت نام ببوايك الدواب بين الصناديق والبضايع. بس ما شاء الله يا باشا هلأ كل العالم بتهرضك. وأنا كمان بدي رضا لي أكبر مني. ولي أكبر مني رضا صعب كتير. تعرفي يا زمردة أحيانا بحسد الخباز والخضري اللحام لأنه بآخر النهار بسكروا دكاكينهم بيرجعوا على بيوتهم عند أولادهم ونسوانهم. وأنت ليش ما جبت مرتك ولادك؟ أنت متزوج صح؟ هذا حديث طويل بحكي لك إياه بعدين. هلأ أنا ست. ليلى. نعم. فوتوا شيلوا كل الاغراض وضبوا الاوضه بسرعه. Thank you.
شو صار بينك وبين جاد باشا؟ ما صار شيء. يعني شو حكى معك؟ ما فيني قلك. كيف؟ ايه ستي نزلي، واللي بيحكيه جاد باشا بيضل مخبى، وإذا أنت كتير حابة تعرفي فيك تسألي. عفارم عليكي. السلام عليكم معلم حكمان. وعليكم السلام. خير شوفي شو القصة؟ ليه بده يجي الخير؟ هذا مو شغل. أخوك عصام وينه؟ الغايب عذره معه. إيه أنا ما بيمشي معي. إن شاء الله عمرينه ما يمشي، شو بده يطلع من أمرك يعني؟ روح لا، روح شبنا. أنا شو بدي روح؟ مالك شايفه بأي نبرة عم يحكي؟ إيه عم بحكي لأني صاحب حق. أخوك عصام شريكي. وهي مو أول مرة ما بيفتح الدكانة. صاحب حق ولا مالك صاحب حق؟ قال لك اخي هاشم الغايب عذره معه، لفه بقى شو نساوي له؟ عليكم عليكم. ليكو اجا. السلام. وعليكم السلام. خير شوفوا. وينك؟ وين كنت اخي رسلان؟ مطرح ما اكون، شو لك عندي؟ شو اللي عندك؟ رزقي ومالي وشغلي. بسمعك عم تحكي بفكرنا شراكة خانات. كلها شفت دكاني حقق قروش. حلو حلو حلو. ايه حلو معلوم حلو. وانا هي الشراكة ما بدي اياها. شرف سيدي، خلينا نفضل نرتاح مع القصة. روح معه روح روح معه. شو العيان؟ اهلا وسهلا بعامر افندي، انا كارين من مكتب التمثيل. اهلا وسهلا، شرفنا. حضرتك بتحكي عربي؟ ايه انا امي عربيه، خلقت وعشت هون. تفضل، شو بتحب تشرب؟ لا شكرا، انا عندي شغل. هدول مستحقات مكتب الدفتر دار ولازم التسديد باسرع وقت. مو كثير؟ هلا انا ما بعرف اذا كثير ولا قليل، بس هي المستحقات بناء على بيانات مكتب التمثيل التجاري. وحضرتك حتستلم المصاري؟ او اذا بتحبي حضرتك فيكي تنزلي تدفعيهم بالدفتر دار. حابه انت تجي تستلمهم؟ ممكن بكره؟ خلص بكره انا بجي وبستلم منك المصاري. ما بيصير، لازم تشرب شيء. شكرا. بالإذن. لك العمى العمى. لك شو هدول بيت رسلان؟ الله لا يوفقهم إلهي. قومة حرامية بدهم يساووا حالهم ظلم. شو في ابن عمي؟ لك هدول رسلان وهلال حاطين على راسهم ريشة، ايه وقلة أدب وطولة لسان وقلة واجب. بكره ليصيروا تجار، شو راح بيعملوا ببعضهم؟ والله لينتفوا بعضهم تنتيف. لسه بدي احط عليه كل ذهبية. والله حبيت فيكم، والله لاحظتكم عند حدكم يا اولاد الكلب. تعرف اخي بيني وبينك احسن لك انك فكيت الشراكه معه، خلي شورك من راسك.
بعدين هيك ما بتضطر تقسم الزبون نصين. لك بس بكر بفك الشراكة، على القليلة كنت طول بالك لحتى تربي لك كم زبون. الله الرزاق، شفت لي شي زيد الأزاز؟ لا والله ما شفته. ليش؟ من بارحة مبين. وين بدكم يعني بيكون غاطي طونة وهون؟ ليك أخي، إذا أنت متضايق لأنك فكيت شراكة مع حكمان، شاركك أنا. ما بدي شارك حدا، بشتغل لحالي. ليش ما بدك تشاركه؟ أخوك شاركه. ما تشاركه أنت، أخوك شاركه. شهيلي شوية يا فرحة، بقالك ساعتين في الأوضة. حاضر يا خانم، رح خلص. سلم ايديك يا أمينة، القهوة مظبوطة. بتعرفي تعملي حلو؟ بتعرفي تعملي ايه؟ بتعرفي تعملي كحك؟ روح المطبخ اعمل لنا شوي. طمني، حصل ايه مع زوير؟ ربنا يستر. قول لي يا سليم، زهير قال مفيش حد خلقه ربنا يقدر ياخد مني ترخيص السكر والرز ولا السلطان بذات نفسه. هيعمل ايه يعني؟ ما اعرفش بقى يعمل اللي يعمله. وانت هتعمل ايه؟ انا مش هديله الترخيص. حلو حلو قوي. هو فين دلوقتي؟ يمكن راح لصاحبك. زهير مش هيروح لجد. وانا بقول لك هيروح. سليم بيك، جد باشا عاوزك. حاضر. هذا الحقير زهير بتجيبوه وبتعرفوا قيمته. خير جد باشا. بتاخذ معك دوريه من الدفتر دار، ودوريه من الصوباشيه، ودوريه من العدليه. بتروحوا بتقلبوا خانات وفوقاني تحتاني. بتعملوا زبوطه وبتدفعوه القديم والجديد. امرك. بس العفو يعني اعرف هو عمل ايه؟ عمل اللي عمل لك عليه وبس. ترموه بالسجن. ما بيطلع منه لحتى يطلع الحشيش على بدنه. مفهوم؟ مفهوم. روح شوف شغلك. حقير. والله علمي علمك يا حازم أفندي. يعني إيه علمي علمك؟ مش بانا بنت من بناتك؟ إيه لك، بنت من بناتي، بس كمان أنا مالي أمها، والبنات هيك عوايدهم، وحدة بتهرب، وحدة بتطلع من دون علمي، وبيعملوا مشاكل كل عمرهم. الله يجازي اللي كان السبب. وإنتي مش شاكة في حد؟ لا، ما في حدا ببالي. بعدين هي شغلتكم يا أفندي. شبك قمر؟ ليش ما عم تردي؟ فهمينا شو قصتها لبانا. خايفين على حالنا قمر، ردي علينا. وانا كمان خايفه على حالي وخايفه عليكم. انتم مثل اخواتي وبناتي وانا بحبكم. ونحن كمان منحبك، بس بدنا نفهم شو صار. قمر، شو عم بيصير؟ شو صار بالتحقيق؟ ما صار شيء، تحقيق شغال. بس يصير شيء انا بخبركم. خير إن شاء الله. بعدي عمي وليه؟ يا كذابة! بعدي عمي! يا كذابة! بعدي عمي! يا جد، أنا ما بدي أخلق مشاكل بينك وبين الناس، خاصة أني سمعت
انه في مندوبين من الصدر الاعظم جايين يفتشوا. انت مالك علاء؟ هذا واحد ما بيستحي، كبران راسه ما عم يعمل حساب اللي اكبر منه، ولازم ياخذ جزاته. انا ما بدي تجار الشام وجماعه الحكم داريه يقولوا انه كل هالشيء اللي عم يعملوا جاد باشا مشان صاحبه. اللي بدي اقول هالكلام بدي اقطع لسانه. هذا زلمه واطي بطنه كبيره، بده تجاره السكر والرز بالشام كلها تتبقى بايده مشان يتحكم بالاسعار مثل ما بده. بعدين ما عم يدفع الضرايب اللي عليه. انا ناوي له من زمان، بس الشباب عندي ناويين يتستروا عليه. خليهم هلا يورجوني شو فيهم يعملوا. انا سمعت انه هو عم بيقوم تجار الشمالي. خليه يجرب. لا تاخذني يا باشا، بس في امر خطير وما بتاجل ابدا. خير شو فيها حواس؟ زهير جامع تجار الشام وعم يحرضهم انهم يعملوا اضراب. بتاخذ عسكر معك وبتكلم شو لهالحقير قدام تجار السوق وبتزته بالحبس. صادق يا باشا. تصرف. أمينة؟ ولك أمينة؟ انقلعي من هون. شو بك؟ شو بدك؟ ليش ضايج ومعصر؟ انت بدك يعني، بس ما عم تقدر تحكي. بعدي عني وانقلعي من هون. ما رح انقلع، رح تضل معي وتعمل كل شي بقول لك عليه. اهدى روح. شو بنا؟ رح عيش انا وياك ورح نضل كل حياتنا سوا، ما رح نضل خدامين لهي الكركمه. القصر مليان ذهب، فتح مخك معي. رح عيش انا وياك وفرحه رح تضل معنا. بهالحالة بعد كم يوم أهل الشام ما رح يلاقوا بالسوق لا حبة رز ولا حبة سكر. مشان هيك بدي إياك تعمل طلبية سكر ورز وتنزلهم على السوق بسرعة. أنا جاهز، بس أرجوك جاد المرة الثانية بقول لك إياها، لا تعمل أي توتر بسببي. رستم أنا شرحت لك الموضوع، اعمل اللي عم قلك عليه، لأنه بدي أشوف مين بدي يكسر رأس الثاني. ولو تعمل إيه؟ ما أقدرش أطلع ولا أعمل أي حاجة غير لما جاد يقول. خلاص طب وصي عليه. طيب ما تقلقش، انا وصيت عليه. زهير لو طلع هتبقى مصيبه. زهير لو طلع مش هيبقى ليه غير غريم واحد، ولا اكتر ولا اقل. عن جد عم تحكي؟ والله عن جد. ايه؟ بدك سلاح حرام لكان هلاكي. لك هي وقفت على سلاح، لك العينه كلها ما بتعرف لا راس من رجل. نعم. طيب شو في اخبار ثانيه؟ زهير التاجر رح شوف السجن. زهير المسا؟ ايه. وشو عامل؟ شو بعرفني؟ ابو فيصل الحكم الدارية ما معاه مزح. يا حبيبي يا عيني. ولا قوة الا بالله. معناتها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. اهلين عمي. اهلين. شلونك عمي فيصل؟ يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. عمي
هاي الضرائب الجديدة نقلت هلا ورح تندفع الشهر الجاي. يستمع عمي. وهي إلك عمي أبو سعيد. الله يسلم الديوت يا رب. يلا بتوصونا بشي يا جماعة. الله يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. لعم شو هالضرائب؟ 50 قرش بالشهر؟ مو معقول؟ هي مسخرة وما بقى ينسكت عليها بنوب. أخي قوموا لنروح نشوفوا للشيخ رضا. تفضلوا تفضلوا. شو هالشغلة هي؟ لك شو عم تحكي أنت مجنونة؟ كل شي بلاوي زرقاء بهذا بدك تحطيها براسي أنا؟ أمال يا أختي البلاوي اللي بتحصل دي من ورا راس مين؟ شش وطي صوتك ما حدا يسمعك. طب أنا هحلفك يمين، مش أنت اللي قتلتي ياسمينة؟ لك والله لا، مشان الله صدقيني يا جمانة، معقول أنا أقتلها وحطها تحت تخت جاد باشا؟ أمال مين اللي هيعمل كده غيرك؟ ما في غيره. اسكتي بقى، قفلي على السيرة دي خالص. ليش هيك وشي؟ ما في شي مهم هلأ، بعدين بحكي لك. أنا ما عم بفهم شلون ما قدرتي تجيبي الوراق لهلأ؟ ما عم يترك المفاتيح بالبيت، كيف بدي افتح الخزنة؟ ملكتي قلبك؟ شو انتي نسيانة أنا مع مين؟ أنا مع جاد باشا. ايه بعرف، ومشان هيك أنا اخترتك انتي. ايه بدك تطولي بالك علي شوي، الشغلة مو لعبة. زمردة، معك جمعتين بس، عم تفهمي علي؟ يا بتجيبي الوراق يا بترجعي على الخام. ماشي، جمعتين وبيكونوا عندك لنشوف. احكي لي هلا شو صاير معك؟ شو هاد اللي على خدك؟ انتي مرة؟ ايه شو نسيت اني كنت متجوزة؟ انتي قلتي لي هربتي بليت الدخلة. ايه بس صار اللي صار بيني وبين ابن عمي نشأت الله يرحمه. بعدين انت شو بدك بهالقصة، حلال ولا حرام؟ المهم انت إلي وانا إلك. طلع فيني قدامك حلين، يا بتقتلني وبتخلص مني يا اما بتضل معي. اني امشي هي ما رح ساويها، لا تحلم فيها. خلاص هاد ورود، لا تخاف انا مجهزه لكل شيء. شو اللي مجهزتي؟ روح هلا قوم روح قبل ما يشتلوا عليك. زي ما بقول لك يا شيخنا، اللي قلته قدام سليم بيه ما حدش يعرفه غيرنا احنا الثلاثه، واتمنى تخليه جواك. الدوله اهم منك وتعرف مصلحتها كويس. لو انت بتدافع عن الفقراء والمساكين فاحنا بندافع عن الدوله العليا كلها. يا سلام. قولش ولا كلمه، انت خلاص قلت كل حاجه. مش عايزك تنسى مكانتك وقيمتك عند الاسكندريه، فبلاش تخسرها. وقد اعذر من انذر. ولو مش عايز تخطب للدولة العليا واللي بيحصل معاها على الحدود فأحسن لك ما تخطبش خالص وخليك قاعد في بيتكم. خد بالك من نفسك يا شيخنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إيه والله. يلا أنا رح أقوم أجيب كم خلط من برا، عاوز شيء؟ لا شكرا. يلا سلام. معلم هاشم؟ ليه؟ شبك مصفر، ليش هيك انخطف لونه؟ أنا؟ لا 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 والله ما في شيء بنوم. شرف شرف تفضل شرف. يا بيت أهلين وسهلين. شرف. القوي ما بتقتلوش أنت. والله الشدة قتلتني وخلصت يا رزتهم. مو جاد اللي بيحكي هذا الحكي. انت طول عمرك قوي، ما بتكسرك عاطفتك مثلي. انا دائما كنت اقول يا ريتني كنت قوي مثل جاد.
قد ما كنا هوايا الحياة بلحظة بتكسرنا. والله اللي صار معك مو قليل، بس الحياة ما خلصت. أنا بالنسبة لي خلصت، ولو كان إلي نصيب فيها بشي حلو فعطتني إياه واخدته مني بسرعة. أيامي الحلوة عشتها مع سوريا والأولاد، ومن بعده ما عاد لي نفسي بشي. طالما أنت رافض تتزوج وتعمل عيلة معناها ما رح تقدر تنسى وتعيش حياتك. بدك ياني بعد هالعمر اتجوز وجيب أولاد وأعمل عيلة؟ لساتك شاب شاب. كتر خيرك يا سيدي، أنا عم بحكي جد. صحيح سوريا والولاد ارتحموا لربهم، بس صدقني لساتهم عايشين بقلبي وما عم يتركوا مجال لحدا يدخل. بس إذا لقيت بنت الحلال كل شيء رح يتغير. خلص ما عاد يقدر يتحمله، بدك تلاقي له حل. رخيه هدي رخيه، بنلاقي له. لك شو رخيه؟ ذهب واخذت، قروش واخذت، معقول هلا ما لقيت له حل؟ شو هي ذهب واخذت وقروش واخذت؟ عم تمنينيني يعني؟ لا يا تقبرني. شو عم مننك؟ انا عيوني لك، روحي لك، بس مالي طايقته، ما عم تيلمسني، لك ريحته عم تقتلني، أهلي ما عم يردوا علي، أنا بدي أخلص منه، بدي أكون معك أنت. ولا أنت شو؟ شو أنا شو؟ بدي إياكي بحبك أنا. أمانة عزيزي، لما عم تروح على البيت تحط راسك على المخدة وتجي تنام، عم تقول وينك يا هدية؟ لك ما عم تغار علي؟ أنا بحضن رجال تاني؟ إيه بلا، إيه والله عم تصير معي هيك، بس بدك تروي. يقتلو. شو؟ يقتلو. نحن على حالتين نخلص منه. هاي صلي على النبي، صلي على النبي. سحبتي منه شي اليوم؟ لا ما قدرت. طب بكرة سحبي لك منه قرشين، خلينا نبلش نشتغل ونعتمد على حالنا. بدك شي؟ ايه بدي. بكره. يلا. ليك يا عم سوق، شو بدك؟ ايش؟ شو هالصوت ها؟ ما فيش حاجة، تلاقيه الحمام. لا ده مو صوت حمام، رح أقوم شوف شو فيه. خليك بس فتحي، قوم أنت شوف. يلا خليك قاعد، أنا بقوم. ليش انت عم تصبي الشاي يا ناصدي؟ وين البنات؟ بغرفهم. شو عم يعملوا بغرفهم؟ يا زمردة، زمردة مرني جاد باشا. شو ها؟ مين اللي عامل فيكي هيك؟
وشايفتك فايق، ليش ما فايقتني معك؟ يلا ستي لسه بكير. شو بدك تعمل اليوم؟ اليوم سليم بيك جاي، بحيلك جاجتين ونطفيه. يلا روحي فايقيها. يكونوا عم يشتغلوا عند سليم بالضيعة. عيشوا علي. تفضل عزمي بيك، تفضل. تفضل. نعمة. وين راحوا؟ وين بدهم يكونوا؟ نعمة هالقصة. ممكن تختمي لي هون لو سمحتي؟ أكيد. تفضل. شكرا. بالإذن ممكن نحكي شوي؟ خير. كله خير. نحن بمكتب التمثيل التجاري بنشتري المحاصيل بشكل قانوني، وعندنا مكان شاغر لمدير حسابات. تفضل تفضل. فشو رأيك؟ بس أنا مثل ما بتعرفي بشتغل موظف. بتخلص دوامك وبتجي لعنا، شو رأيك؟ موافق. وإذا بتحب منبلش الشغل من اليوم. من اليوم؟ من اليوم. سفرة دايما أسليم بيه. ألف هنا وصحة. بس بجد الأكل حلو قوي. فضل فضل. هنعمل إيه مع صاحبك؟ خلينا نستنى أسبوع نشوف زهير هيعمل إيه. لو ما عملش حاجة نعمل إحنا. ما صحش اللي حصل ده. احنا بقالنا كتير بنشتغل مع بعض. انت زعلان مني في حاجه؟ الشغلانه زي دي كانت عايزه عزم من الاول. خلاص ليك واحده عندي، ابراهيم وزهدي عندي. سليم بيه، ما توسخش ايدك. رجاله تقوم بالواجب. خدوه. اشتقت لك كتير. بحبك
والله العظيم بحبك. وأنا كمان بحبك قوي. بس أنا خايف عليكي من كتر اللي بيحصل لك بسببي. لا تاكل همي، المهم أنت تضل منيح ونقدر نطالعك من هون بأسرع وقت. خود اشتري شو ما بدك، شو ما اشتهيت، طلب من فتح ينزل على السوق، لا تبخل على حالك بشي. ملكت قلبي من أول ما شفتك وخايفة تروح مني يا ضي العين. ساشا أنا بحبك، بحبك. بتتزوجني؟ إيه؟ أنت عايز تتجوزيني أنا؟ بس هتعيش معايا في المشاكل دي كلها؟ المهم أكون معك. خلاص يبقى نهرب ونعيش مع بعض. لا في شغل ولا في شراكة غير ما تقول لي مين اللي قالك. وانا هقول لك عشان عايز نشتغل مع بعض. ده العادة. مين اللي قالك على زهدي وابراهيم؟ عمر. كده بقى ممكن نشتغل. انا عايزهم يشتغلوا هنا. ليه؟ ياكلوا ويشربوا ويشتغلوا وسط الحرس. موافق بالنص. لا انا اللي هصرفه. عايز النسبه كام؟ تلت وتلتين. موافق. وهنبقى نديهم حاجة بعدين. عايزهم يبتدوا امتى؟ شلون يعني عرفت من وين؟ ايش نسيت انها كانت عندك بالمزرعة؟ ضليت قلك بلاها طلعة ما رديت علي؟ بنت الكلب. لا تخاف سليم بيك. انا ما بخافش، وهقول لك كلمة واحدة حطيها حلقة في ودنك. من دون ما تقول وحياتك ما بيصير غير اللي بيرضيك. بس روق اعصابك عرضية. انا همشي، انا جيت بس عشان اعرف مين اللي عمل كده وعرفت، وانت حسابك معايا بعدين.